اختتمت مبادرة العودة إلى المدرسة التي أطلقتها مؤسسة دي بي وورلد بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فعالياتها في محافظة أسوان بتوزيع كراتين تحتوي على حقائب ومستلزمات دراسية على طلاب المدارس بالمحافظة. كانت قد شهدت قرية البلاليس بمركز كومومبو توزيع كراتين تحتوي على حقائب ومستلزمات دراسية على التلاميذ، وقد شهدت أيضا مدينة إدفو توزيع كراتين تحتوي على حقائب مدرسية ومستلزمات دراسية على طلاب مدرسة إدفو الابتدائية المشتركة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مؤسسة دي بي وورلد الخيرية، استكمالا لجهود التحالف الوطني في موسم المدارس. التحالف الوطني للعمل الاهلي هو قائم على تنظيم تدخلات التنميه بشكل حقق عائد ممتاز وكفء لكل الموارد المتاحه. ضيف عليه كمان ان يكون في شراكه استراتيجيه مع موانئ دبي بتمتد في اثارها مش بس توزيع لبعض من الشنط والهدايا ومستلزمات الطلبه، ولكن دي بدايه احنا قريناها كده، وده اللي اكدوا عليه زملائنا من موانئ دبي ان دي بدايه. بتحقق ايه؟ بتحقق يعني فكره مهمه جدا إن العمل التنموي ملوش حدود خالص. العمل التنموي ممتد، وإن العمل التنموي محتاج تنسيق جهود. النهاردة الحمد لله وصلنا لمحطتنا الأخيرة من باخرة الخير اللي ابتديناها يوم الاثنين الماضي، بداية من محافظة الأقصر بتوقيع بروتوكول مع دي بي وورلد الخيرية، ثم انطلاقا بعد ذلك لمحطتنا الثانية إسنا، ثم إدفو، ثم كومومبو، إلى حد ما وصلنا لمحطتنا الأخيرة في أسوان. كان في استقبالنا نائب محافظ أسوان. طبعا هذا الايفنت العالمي ده في اول تعاون دولي للتحالف الوطني خارج مصر، وتعاون دولي بين مع من خلال توقيع بروتوكول مع مؤسسه دي بورد العالميه من خلال البدايه او البرنامج العوده الى المدارس من خلال توزيع 5000 طرد من الادوات المدرسيه والشنط المدرسيه وبخلاف الادوات المدرسيه المختلفه.